فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بغيت نقول لك وصلتي من مزيان. قول لي بحالك صافي وصلنا مزيان. كي وصلتي اخويا محمد؟ مزيان مزيان صافي. الفول كان مزيان الحمد لله. فطروكم ناضي كلشي؟ لا فطرت شكت ناعس انا. هو بوا من رادس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اش كتقول للجمهور؟ ودابا نقصتي معايا منو وصل مزيان الجمهور. اش تقول للجمهور؟ الجمهور راه عارف هو اش كيد. صافي جايين بزاف. الله يكون خير ان شاء الله. مرحبا بك دريف. ديما كنا دابا مع السوق سير. الله جالس انت جالس حتى العرجو كيف الله الله ها راه مسعد بخير. وعلى حتى تقول يا وصلت مزيان. والله الا عيان. والله الا مزيان عيان. وصلتي مزيان عيان. الله يلا عيان ان شاء الله تشوف رادس باش تقلبوا على 3 بوان ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نجيو في طوف ان شاء الله. نشوفك شاكر. الله يلا عيان. والله العظيم والله في خاطر شاكر. خاطر شاكر غني عيان. في متابعه لوصول فريق الرجاء الرياضي استعدادا هنا تونس استعدادا لمواجهه فريق الترجي معنا محمد مكعازي. محمد مكعازي اولا كيفاش دازت الرحله؟ الرحله دازت شيقه. كنظن ان اللاعبين في حاله جيده وان شاء الله جايين عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله باش نتاهلوا ان شاء الله ناخذوا بطاقه تاهل في هذه المباراه ان شاء الله. كيف الاجواء تما بيناتكم كلاعبين مستعدين انكم تمشوا تقلبوا على 3 نقاط في هذا الماتش؟ الحمد لله جميع اللاعبين مستعدين على 3 نقاط هذه وهي الاهم اللي عندنا في هذا الماتش ان شاء الله. تري بيان تري تري بيان. اون ا تري بيان فواجي دونك لا نو سوم en Tunisie, donc nous sommes là maintenant prêts pour préparer le match qui nous attend samedi. Donc maintenant nos têtes nous sont focalisées pour le match de samedi. Vous êtes venu ici pour la victoire, 3 points. Effectivement, nous sommes venus ici pour un résultat positif. Donc nous sommes venus pour ça et on va tout donner pour pouvoir entrer avec un résultat positif. كيداز اليوم الفول واش شويه متعب لعبتوا الماتش البارح متعب الليل واليوم شديتوا الطير في الصباح؟ متعب اخويا يعني راه من لوطيل يعني تجي لوطيل اخر وتعاود عاوتاني تسافر للمطار عاوتاني وتجي في العشيه عندك لونترينمون راه متعب بزاف ولكن ان شاء الله الدراري مكونسونطرين باش يحقوا المبتغى وان شاء الله يكون خير. كي داير لومبيونس بيناتكم؟ يمكن التعادل البارح كان مر شويه. واش انتم مستعدين نسيتوا الماتش ديال البارح مستعدين باش تواجهوا ترجي فرادس نصر؟ احنا ديما كنجيريو ماتش بماتش يعني الدراري يعني جروب سودا الحمد لله يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي تخلق لنا المشاكل وان شاء الله يعني راه الدراري مكونسونطرين على قبل العصبه وكاس محمد السادس وان شاء الله يكون الخير. شنو تقول للجمهور؟ تنقولوا للجمهور يزيدوا يساندونا باش نحققوا داكشي اللي بغينا حيت الجمهور كيبغي الفرجه وان شاء الله داكشي اللي غادي يكون. كي وصلتوا عيو؟ الحمد لله مزيان الحمد لله. ديك الناس شويه وصافي العيا راك عارف اصاحبي راه فقنا معاه الرباط الصباح وشتينا الطريقه عاوتاني ما ساهلاش من مورا الماتش وان شاء الله كنتمناو نديرو شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله التمارين ان شاء الله ما تمشيش في الخاوي كيف ما كنقولوا وان شاء الله نتمناو نجيبو شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. مستعدين مورال طالع يعني غاديين رادس باش تجيبو 3 بوان ان شاء الله. وان شاء الله لما لا الاستعدادات الحمد لله مزيانه بالرغم بان يعني كنا كنمنيو الناس في المباراه ديال البطوله الوطنيه باش نحققوا 3 نقاط اللي تعطينا واحد المعنويات اللي تكون مرشفه لكن الحمد لله ما كتبش الله وما تعرف الله شنو مخبي لينا من الماتش اللي جاي ان شاء الله مع الترجي. الحمد لله كيف ما قلت لك استعدادات دايزه في اجواء مزيانه كل ان شاء الله عازم باش يجي نتيجه ايجابيه باش لما لا نتكاليفو من مدينه من رادس ان شاء الله. هشام اول حاجه من بعد انكم يعني لعبتوا ماتش هذا بالليل اليوم فول الصباح كيف الاجواء واش متعب بالنسبه لك؟ صحيح انا شويه تعب لكن كل شيء غيفوت ان شاء الله. اهم حاجه هي التركيز على المباراه ديال نهار السبت اللي غتكون صعيبه ضد فريق صعيب في الميدان ديالو اللي هو ترجي فريق كبير فريق القاب فكل اللاعبين عارفين هذا الشيء اللي كاين لكن الاهم حاجه هو اللاعب يكون جاهزين ان شاء الله يوم السبت. كنعرفوا بان التعادل يعني كيقربكم شويه من التاهل ولكن واش غتمشيو تقلبوا على التعادل او لا 3 نقاط؟ حنا ما كنقلبوش على التعادل دائما الرجاء كتلعب على الانتصار
ولو خارج الميدان، لكن ضد فريق اللي كما قلت لك فريق كبير وفريق كيعرف يلعب الميدان ديالو. نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا حنا، عدم الهزيمه تكون نتيجه ايجابيه. كتحفاوه يا جماهير الترجي اللي الحمد لله يعني الصوره طيبه خليت هنا في تونس. جمهور الترجي يعني الحمد لله العلاقه بقات قويه بينه وبينه حتى المسؤولين ديال الفريق. لبيت النداء ديالهم وكنت على احسن، خليت يعني صوره طيبه للاعب المغربي اولا والاسمي انا، فحتى انا ما كنسى دائما التواصل بيناتنا فكاين. توحشتهم برشا. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.